تليفونها رنت اتقالت ايوه مين، وفجأة سكت مزول ده صوت حبيبة من سنين. سألها اهلا عاملة ايه وزي اخبارك تمام، قالت له شكرا عالسؤال ازيك انت والكلام. قال نحمد والحال بخير، انا جاي اقولك كلمتين وقصدي بيهم كل خير، انا فرحي جاي كمان يومين عشان في قربك تحضري واسيبك انت تكرري. من ساعة ما تايت في السكوت وروحها تسامت نصين، نص في الحياة والتاني موت، وقالت له قلت هيبقى فين، وعشان ده فرحك احضره ما بقاش في عندي اللي اخسره. مش مهم انا حاسه ايه، مش مهم انك بعيد، المهم ان المحاك بالبدله في الكوشه وسعيد. وبجد راحت مش هزار، والقلب عايش في انكسار. وقالت له ينفع احضنك ده حضن واحد نفسي فيه، فلما قرب منها بس ساعتها ماتت بين ايديه. وقالت له ينفع احضنك ده حضن واحد نفسي فيه، فلما الفرحة ضحكة بتترسم، والضحكة مسحوبة بألم في وشي غرقان في الدموع وقلبه دمها.